أهلا بكم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير والبركة. ظلال الأصيل، مساحات من المحبة تمتد بيننا وبينكم، وكما ابتدأنا بالحب ها نحن نستمر برفقتكم في ظلال الأصيل. تقول آخر الإحصائيات بأن معظم الحالات التي تكون أمام المحاكم السودانية في قانون الأحوال المدنية هي إما لقضايا طلاق أو قضايا المواريث. ظلت قضايا المواريث منذ سنوات عديدة في السودان وفي عدد من الدول العربية الإسلامية مثار حديث ونقد ونقاش. في حلقة اليوم من ظلال الأصيل الجزئية الأولى نناقش فيها المواريث والميراث ما بين القانون والأعراف. أسعد بأن أرحب بضيفي داخل الاستوديو القانوني والمحامي عامر الهاشم. حبابك عشرة. مرحبا أستاذ نزار، الله يبارك فيك يا أخي. مرحب بك. بداية أستاذ عامر، خلينا نتكلم عن مفاهيم الميراث. تكلمنا عن المفاهيم. طيب، في البداية السلام عليكم، وأتمنى أن أكون خفيف الظل على السادة المشاهدين. الميراث في الشرع هو توزيع الورثة من قبل المورث بعد وفاته شرعا. وشرعا هو في تعريف الشرع هو تفتيت الثروة حتى لا تكون في يد شخص واحد. فالشرع كان واضح في أنه الثروة يجب أن توزع بين أبناء المورث. طيب، الأنصبة برضو في الميراث واحدة من النقاط المهمة جدا المفروض نتكلم عنها. يعني معظم قضايا المواريث بتجي فيها إشكاليات، مع أنه قد تكون بالنسبة لكم وبالنسبة لمعظم الدارسين القانون واضحة مسألة الأنصبة، أو حتى المثقفين قليلا في القانون بيعرفوا مسألة الأنصبة. فنتكلم عن شكل الأنصبة، يعني نصيب الذكر والأنثى في الحالات الشائعة الأكثر رواجا. هو أنا داير أقول حاجة، يعني في الحالات الشائعة، يعني الشريعة الإسلامية وضحت يعني بنصوص قرآنية واضحة، و مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين. مثلا يعني توفى رجل وترك مثلا ابن ابنة زوجة، فهم ديل أصحاب الفروض. يعني الزوجة لوجود الفرع الوارث بتاخد التمن. التوزيع بالنسبة للابن والابنة بنص الآية القرآنية للذكر مثل حظ الأنثيين. فبفتكر انه الآية القرآنية ما تركت شيء، يعني والتوزيع واضح. طيب في بعض استاذ عامر، يعني خلينا ننتقل لنقطة مهمة جدا وهي الوصية. اذا الوصية خالفت القانون هل تنفذ؟ لا تنفذ الوصية. يعني متين بننفذ الوصية نحن؟ الوصية في 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 الميراث، في الميراث لا تجوز أكثر من الثلث عند أحد معين. عند أحد معين. يعني رجل عايز يوصي بجزء من ماله، يعني عنده لحد التلت ممكن هو يعني يوصي به مثلا لزوجته لابنه لبنته في حدود التلت، عدا ذلك بتبقى غير قانونية مثلا. طيب بعض الأشخاص بيقسموا الميراث وهم أحياء بين الأبناء بناء على تقديراتهم الذاتية، بأنه الله يأخذ الولد الكبير يدوه الحجم الأكبر لأنه شايل المسؤولية بتاعت البيت، وبالتالي الولد الصغير يدوه الميراث الأقل، الزوجة أو البنت لأنها متزوجة تأخذ نصيب أقل، وهكذا. يعني لا، شوف، هذه قبل وفاته تعتبر وصية، قبل وفاته تعتبر وصية وليس إرث. الإرث هو كما أسلفت توزيع الورثة من المورثين من قبل المورث. يعني لا تنفذ هذه الوصية في حال في حدود التلت، عدا ذلك بتبقى أو ممكن تتم عملية بيع وشراء عادية. يعني مثلا رجل عنده مثلا ثلاثة بيوت مثلا وعنده ثلاثة أبناء، يعمل تنازل بيع عادي، يعني ما وصية، بيع عادي، يتنازل لكل ولد مثلا يتنازل لي من بيت مثلا. طيب جميل، نحن نتكلم عن علاقة الميراث بالقانون والأعراف. الأعراف ذاتها تختلف من منطقة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر. نجد مثلا في بعض المناطق قد يتدخل العمدة أو كبير الأسرة أو الحاكم
بناء على تقديراته الذاتية في التوصية بحجم المبلغ والميراث لشخص معين. فمثلا يقول والله يا أخي أدوا الإبنة الكبيرة بالنسبة لأنها مثلا ما متزوجة الحجم الفلاني من المبلغ، ودوا مثلا الابنة المتزوجة فلانية الحجم الفلاني من المبلغ، والولد ده ما محتاج لأنه شغال فادوا الحجم. فالعرف المحلي لهذه المنطقة والمنطقة تلك يتدخل فيه بناء على التقديرات الذاتية بتوزيع التركة. هو أنا عايز أقول حاجة، في عندنا نحن في القانون في بعض الأحيان العرف العرف في بعض الأحيان بيكون أقوى من القانون، لكن في الشرع لأنه الشرع واضح والشريعة الإسلامية واضحة، فإذا كان الاتفاق ده بالتراضي بين الأطراف وحتى المورثين ارتضوا ذلك فأنا أشوف أنه لا غضاضة في ذلك، لكن إذا في حال إرضاء كل الأطراف، إذا إرضاء كل الأطراف ويرتضوا هذا التوزيع يعني هذه القسمة يعني إذا ارتضوها فلا غضاضة في ذلك وتكمل الإجراءات عادي. لكن أنا الدائر أقوله يعني الأعراف السودانية في بعض الأحيان شوية كده يعني بتكون مخالفة مخالفة ومجحفة في حق المورثين يعني. فبالتالي القانون السوداني أو قانون الأحوال الشخصية السوداني بيغنن هذه الأشياء يعني. طيب ما الذي يحدث في حال تخالف العرف مع القانون؟ أنت قبل شوية قلت لي أنه العرافة السودانية في مرات كثيرة مجحفة. في حالة اختلف العرف مع القانون، في حالة التعارض الحكم القانون هو الذي يسري في هكذا حالات يعني. طيب هل من الممكن أن يلعب العرف دور إيجابي في ما يلي مواضيع الميراث أو التركة، باعتبار أنه يقوم بدور إيجابي في الإصلاح ما بين المتخاصمين حول التركة، في تنازل بعض الأشخاص من نصيبهم إلى آخرين، في كانت في حال كانت الوصية يعني لم تنصف جميع الأشخاص يقوم الموصى له بتوزيع الوصية حسب القانون وغيره؟ شوف يا أستاذ نزار، أنا داير أقول حاجة، المرجعية الأولى الشريعة الإسلامية في توزيع الميراث، إذا ارتضت زي ما ذكرت سابقا، إذا ارتضت الأطراف هذه القسمة بين المورثين قد تسير وتتم تنازلات في المحاكم عادي يعني بالتراضي، لكن إذا تعارضت الفيصل هي المحاكم الأحوال الشخصية. طيب برضو ده بيقودنا لسؤال مهم جدا، وهو علاقة القانون الدولي العام مع القوانين المحلية فيما يلي موضوع المواريث. بنجد كثير من الدول وقع على القانون الدولي العام إلا إن عمل تحفظ على هذه المسألة وبتلعب فيما يلي جانب التحفظ، وفي دول اتجاوزت القانون المحلي الخاص وعملت بالقانون الدولي فيما يلي موضوع المواريث. فدي نقطة مهمة جدا، ونحن نتكلم عن القانون ما بين الميراث ما بين العرف والقانون. طيب القانون الدولي هو اتفاقية بين كل دول العالم، الناس ارتضت هذه الاتفاقيات وتنفذ ما يليها. يعني مثلا نحن عندنا في السودان مثلا اتفاقية سيداو مثلا السودان ممكن نقول يعني ارتضى هذه الاتفاقية، لكن شنو؟ بشروط محددة. يعني أي بنود تعارض الشريعة الإسلامية تحفظ عليها السودان، وده من حق السودان طبعا. فبالنسبة للإرث والمواريث، أنا بفتكر أنه أي بند في هذه الاتفاقيات يخالف الشريعة الإسلامية، نحن كدولة إسلامية نحتكم للشريعة الإسلامية، فنحن الفيصل عندنا قوانين الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية السوداني. طيب هل هناك تطور قانون الميراث على مدى الأزمان فيما يلي مسألة القانون؟ هل القانون تطور فيما يلي مواضيع الميراث؟ هو القانون مش تطور، القانون أصلا موجود، قانون الأحوال الشخصية السودانية يستمد شرعيته من الشريعة الإسلامية. فبالتالي الشريعة الإسلامية هي تصلح لكل زمان يعني لكل زمان، فالشرع لم يترك شيئا وإلا أفتى فيه.
ولكن يعني عايز أقول شنو الخلاف يعني بين أستاذ عامر، معظم القضايا التي تأتي فيما يلي مسألة قوانين الأحوال المدنية كما ذكرنا في المقدمة إما طلاق أو مواريث، أسباب معظم هذه القضايا التي قابلتك في 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 المحاكم، شنو سبب الاختلاف حول الميراث بحسب ما قابلت في المحاكم؟ الميراث، القوانين الشرعية أو قوانين الأحوال الشخصية، مش القوانين المدنية. القوانين المدنية هي قوانين وضعها البشر يعني. أما نحن بنتحدث عن قانون الأحوال الشخصية. الأحوال الشخصية بيستمد شرعيته من الشريعة الإسلامية. الخلاف يعني تحديدا في المحاكم اللي بتواجهنا تحديدا في موضوع الإرث اللي هو توزيع التركة، يعني شرعا يعني توفى الرجل، يعني الأفراد أو المورثين ما راضين بأنصبتهم. أنا أوضح حاجة يا أستاذ لو سمحت. تفضل. توفى شخص مثلا وترك ابنة وزوجة هكذا يعني. بمجرد وفاة الشخص هذا يفترض بعد حل ديونه توزيع تركته. فشنو نحن هنا في بمجرد ديمتين الزمن، بمجرد دي بمجرد الوفاة يعني حلوا ديونه، والناس قعدت بعد العزاء شافوا مثلا عنده شنو من عقارات من أموال. معلش اسمح لي بالمقاطعة أستاذ عامر، منقولة نحن برضو نتكلم عن علاقة القانون الميراث بالعرف والقانون. مثلا في السودان بيروا انه من العرف ألا يتم توزيع التركة قبل الثلاثة أيام. أنا ما جايك يا أستاذ. طيب. هي يا ريت لو كانت ثلاثة أيام فقط يعني. أنا بعدين حديك مثال لواقع حقيقية يعني أسف في المحاكم السودانية. جميل. فيفترض إنه بعد حل الديون المتوفي الناس تقعد ويعملوا إعلام شرعي للمرحوم ويشوفوا تركته يعني يوزعوها للوارثين. ففي بعض الأسر السودانية أو العرف السوداني عندنا مثلا بيقول لك يعني الأولاد مثلا يعني مثلا تلقى الواد عنده أخته محتاجة أو كده وهو مثلا وضعه ميسر يعني، فحتى أخته لو طالبته يا أخي تقول له يا أخي أنا عايزة الميراث أو كده، بيقول لها يا أخي مثلا نحن أمنا حية ما بنوزع التركة. فالحاجة دي بي 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 يعني مع تراكم السنين بي بي يعني تراكم السنين والأجيال بي بي بتعمل مشاكل لقدام يعني بين الوارثين أنفسهم يعني. مثال لذلك في محاكم يعني معليش أنا ممكن أضرب مثل يعني في المحاكم السودانية أنا عندي دعوة تركة المرحوم يتوفى سنة 80 يعني قريبة 42 سنة ولا زالت تركته في المحاكم يعني، فدي إشكاليات كبيرة. طيب هنا يعني الإشكال قانوني ولا عرفي؟ الإشكال عرفي يعني الوارثين بيقولوا نحن أمهم توفت في 2018 ولا 2019 يعني من 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 قبل 30 سنة، هم بيقولوا ما عايزين يوزعوا التركة لأنه أمهم حية، فده فهم مغلوط وأنا أعتبره عرف يتعارض مع الشرع والشرع واضح يعني. طيب أستاذ عامر، مسألة غياب الدستور مثلا في الدولة السودانية هل أثر على مسألة الحقوق والمواريث؟ هو الدستور معليش يعني نحن ما عايزين نعرج على الأشياء المدنية، نحن برنامجنا بنتحدث عن الميراث يعني، لكن في النهاية انت قانونك اللي بيحكم قانون الأحوال الشخصية مستمد من الدستور، من دستور الدولة مش كده؟ مستمد من الدستور، والدستور مستمد من الشريعة الإسلامية. مستمد من الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية نصوص واضحة يعني لا لبس فيها يعني. فهو فعلا وضع البلد حاليا وعدم وجود مجالس تشريعية لإجازة القوانين شوية كده البلد فيها ربكة يعني، نتمنى ربنا يصلح الحال يعني إن شاء الله. طيب نحن حنتكلم برضو عن معايير المواريث في الإسلام، شنو المعيار لميراث معين، ميراث الزوج أو الأبناء أو كده، جاءتوا معيار يعني كما ذكرت الشريعة الإسلامية وضحت ذلك. مثلا يعني توفى رجل وترك ابن وابنة وأب وأم وزوجة،
هم أصحاب الفروض يعني. ميراث الأم السدس، الأب السدس، الزوجة بتاخد التمن لوجود الفرع الوارث طبعا. أما بالنسبة للابن والابنة بنص القانون أو بنص الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين كما طيب ورد في هذه الآية للذكر مثل حظ الأنثيين. أعتقد يعني كثير من الناس بيتكلموا فيها باعتبارها الحالة المثلى والوحيدة، هي أو الحالة الوحيدة التي تطبق في موضوع المواريث فيما يلي ميراث الأنثى. يعني دائما الذكر يرث مثل حظ الأنثيين، معظم الذين يتحدثون عن هذه الآية يفهمون أن في كل الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين. لا ما في كل الأحوال. تحديدا بالنسبة للإخوة والأخوات أو الأبناء زي ما ذكرت، توفى رجل وترك ابن وابنة، في هذه اللحظة للذكر تطبق عادة للذكر مثل حظ ابن وابنة وزوجة ولا ما في زوجة؟ حتى لو في زوجة وفي أب وفي أم تطبق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن في 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 بعض الأحيان الذكر يأخذ مثل الأنثى. مثلاً توفى رجل وترك أبناء وترك أم وأب، يعني خلهم يعني واحد يتوفى أم وأبوه حيين. اللي هي الأم بتأخذ السدس والأب يأخذ السدس. ذكر وأنثى. هم ذكر وأنثى لكن أخذوا شنو؟ أيضاً حالة الإخوة لأم. برضو في حالة الإخوة لأم لا 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 بياخذوا مثل بعض يعني. طيب أعتقد برضو أستاذ عامر مسألة التفاوت في الميراث هذه لحكمة، لم يعطي الله الثمن للزوجة ولا ذكر مثل حظ الأنثيين إلا لحكمة يعني. فما الحكمة فيما يلي توريث مسألة الذكر مثل حظ الأنثيين، أو أن يرث الذكر في حتات مثل الأنثى ويرث مرات أكثر منها؟ يعني أعتقد برضو هناك معايير وضوابط وضعها الإسلام لمسألة التوريث والتفاوت في المواريث. شوف، هي الحكمة الشرعية في الميراث هو تفتيت الثروة. تفتيت الثروة أي بمعنى بعد وفاة المتوفي توزع هذه التركة بين كل أصحاب الفروض والأب والأم والزوجة، كلهم بمعايير شرعية حددها الشرع الإسلامي. طيب من خلال وجودك في وعملك في المحاماة تقابلك عدد من القضايا التي تعنى بموضوع المواريث، كيف تنظر للمجتمع وعلاقة المواريث؟ يعني ونحن نتكلم عن الأعراف بنلقى كثير من الناس بمجرد ذهاب أحد الوارثين للمحكمة يعتبر فيها نوع من العيب والعار يعني. ودي حقيقة بالمناسبة. دي حقيقة يعني عندنا في المجتمع السوداني، يعني كونك تمشي المحكمة وتعمل شرع إعلام شرعي وتحاول تطالب بنصيبك في الإرث أو في التركة، عندنا في المجتمع السوداني يعني في العرف بيقول لك عيب يعني. عيب، ومع أنه هو ما عيب يعني، ده حق شرعي يعني. فدي إشكاليات بتواجهنا إحنا في مجتمعنا السوداني، وبتمنى أنه الناس يعني توعى وتفهم أنه دي حقوق شرعية والناس يجب أن تطالب بحقوقها، يعني الناس توعى شوية يعني. طيب مخرجنا مهدي بيقول لي كثير بنسأل في مجتمعنا السوداني بنسمع عن مسألة العصبة، يقول لي الزول ده عنده عصبة مع فلان الفلاني، علاقة المسألة دي بالميراث. يلا، العصبة دي في حالة مثلا رجل توفى وترك ابنة مثلا وزوجة. عندنا الذكر في التقسيم الشرعي يسمى الحاجب. إذا توفى رجل وترك ابنة وذكر، الذكر بيحجب العصبة. أما إذا لم يكن هنالك ذكر في وجود ابنة، فهذه الابنة تعصب. تعصب بأعمامها أو بأبناء عمومتها. جميل.
شكرا لك جدا القانوني والمحامي عامر الهاشمي، كنت ضيف عزيز علينا جدا في ضلع سيكا. الله يسلمك. تسلم استاذ نزار. الله نورتنا. دي كانت مساحتنا الاولى في ظلال الاصيل والحديث عن المواريث ما بين الاعراف والقوانين المصرية.